طيب تعالى نتكلم في موديول 6، بيتكلم عن حاجه اسمها ستايلنج اتش ام ال 5 باي يوزنج سي اس 3. هنتكلم شويه بس تاجز وشويه اتربوتس جديده اصلا في سي اس 3. تمام، الموديول كله بيتكلم عن حاجه اسمها ستايلنج تكست باي يوزنج سي اس 3. تمام، ستايلنج بلوك اليمنتس. احنا اتكلمنا في البلوك دي عباره عن بوردر والتكست، يمكن اتكلمنا فيها حطينا فونت وفونت فاميلي، بس هنقول شويه حاجات جديده. يعني من ضمن الحاجات الجديده حاجه اسمها سودو كلاسز وسودو اليمنتس، دي من ضمن الحاجات المهمه. تمام، وازاي نعمل هنبدا انهانس الجرافيك شويه، ازاي نعمل بوردر للتكست بوكس، مش شكرا مش ازاي اعمل راوند للتكست بوكس بتاعتنا، وازاي احط له شادو. تمام، فدي من الحاجات الظريفه جدا. سوي حركات سوي حركات. تمام، طيب تعالى بسرعه كده ندخل على فيجوال ستوديو. اشتغل 3 2 1 اشتغل. معلش فاتك اللحظه دي. تمام، انا هعمل سيكشن. السيكشن ده هديله اي دي هسميه سي بوكس. تمام، قبل ما اشرح على الحاجه بوكس هضيف بس فولدر جديد كده، اد ا نيو فولدر. الفولدر ده هسميه سي اس اس، وهضيف فيه فايل add a new style sheet هنسميه style. تمام، طيب من ضمن الحاجات اللي عندنا، يعني مثلا انت تيجي تطبق مثلا على السكشن ده او على الاي دي اللي احنا عملناه ده اللي اسمه بوكس ده، لو جيت اطبق عليه فونت معين، فانا عندي حاجه اسمها ايه فونت فاميلي عشان اطبق ايه ستايل معين. تمام، طب افرض الفونت ده عندي مش موجود، انا عايز اخلي اليوزر يكون عنده، انا هبعت له اهو في اللي يفتح الويب سايت يحصل داونلود للفونت ده. تمام، غير ما هو كمان يحس ان في حاجه حصلت عنده. تمام، في عندي حاجه اسمها ايه، عندي حاجه اسمها اد فونت، اد فونت فيس، اد فونت فيس. تمام، اد فونت فيس ده برضو عنده حاجه اسمها فونت فاميلي. تمام، تديله اسم الفونت اللي انت عايز تعمله داونلود. يعني دلوقتي انا هعمل ايه، انا كل حكايه ان انا بس هعمل نيم للفونت او فونت نيم. تمام كده، بس الفونت نيم اللي عايزه ينضاف في مين، في الفونت فاميلي هتيجي تشتغل ايه، اد فونت فيس. افرض انا انت عندك دلوقتي بيلت ان فونتس. تمام، لو عملت كده المفروض كلهم ايه؟ موجودين. طب افرض انا عايز اضيف حاجة عند اليوزر. عايز اضيف حاجة عند اليوزر، تمام؟ سلطان بولز ده تعويض الجهاز اللي هو عامل. تمام؟ فبقول له اد فونت ايه؟ فونت فاميلي، وبديه الفونت نيم. انا بسمي الفونت زي ما انا عايز. بس اللي كل يهمني يو ار ال. تمام؟ بقول له سورس، سوري. بعد كده بقول له يو ار ال. وبديله يو ار ال بتاع مين؟ بتاع الفونت بتاعي. يو ار ال الفونت بلس اسم الفونت دوت الاكستنشن بتاعه. تمام، يعني الفونت مثلا اللي هو مثلا في اكستنشن تي تي اف او اي او تي تقريبا. تمام، تمام، بس سر الفونت ده عند مين؟ عند اليوزر. وبعد ما بخلص حته الانستليشن دي، طبعا مفيش انترنت نجرب اي حاجه طبعا. فبعد ما بخلص كده هتلاقي الفونت فاميلي ظهر له فين؟ هنا. فبكتب بس ايه؟ اسم الفونت بتاعي اللي انا نزلته. تمام؟ يبقى انا لو عايز انستول عند الكلاينت فونت نيم معين هو اصلا مش موجود عنده. تمام؟ فانا بس كل حكايه ان انا بعمل فونت فاميلي واديله اسم الفونت بتاعي وبديله يو ار ال بتاع الفونت ده. يعني سي ممكن يو ار ال ده يكون عند الويب سايت بتاعي، فانا اكتب له اتش تي بي مثلا. الويب سايت بتاعي، اسم الويب سايت بتاعي. ايا كان دوت كوم مثلا، واليو ار ال بتاع الفونت سي موجود مثلا في حاجه اسمها فونتس في اسم، وبعد كده احط له ايه؟ اسم الفونت بتاعه سي ايا كان بقى اسم الفونت بتاعك دوت اكستنشن بتاعه مثلا تي تي اف. هينزله كده، هينزله من عندك انت. لو في عندك يو ار ال انت ممكن تنزله منه يو ار ال، لو تعرف تجيبه وتنزله عنده، اوكي مش مشكله. تمام، فمعنى كده انا ممكن احط الفونت عندنا. تمام، وانستوله عند مين؟ عند كلاينت. يعمل ريكوست وينستول عنده.
بتسميه. انت اللي بتسميه بيزد عن اليو ار ال اللي موجود هنا ده. هو لو موجود عنده اصلا ادي عباره عن كويري يعني، هو موجود عنده مش هيعمل حاجه يعني. خلاص. طب هو الفونت هيشوف ازاي؟ هو عمله داونلود، هو المفروض يحط فونت مين؟ هو خلاص حمل الستور باك جراوند، خلاص مش حاسس بالدنيا يعني. تمام. طيب يمكن دي الحاجات الموجوده سيف في الفونتس. تمام. طيب ندخل في حاجات ظريفه. طيب عايز ابدا اطبق يعني من ضمن الحاجات عندنا. تعال نفتح يعني ظريفنا ده. سين انت عامل ويتس يعني عامل سيكشن واديتها بوردر او اديتها ويتس وهايت بالمنظر ده. تمام. وقعدت جوه البوردر ده احط شويه تكست بوكس ومش عارف دروب داون ليست او سيلكت. تمام. اوريدي باتون وتشيك بوكس. تمام. طيب افرض الكنترولز دي كلها كانت زياده عن حجم البوردر ده او زياده عن حجم الموكس ده. يعني انت دلوقتي عملت بوكس بويتس معين. ويتس وهايت معين. معنى كده ان الكنترولز دي كلها هتطلع ايه؟ سي لو في كنترول تاني هيطلع ايه؟ بره كده. لا انا عايز لو كنت لا انا عايز لما حطيت الكنترول كلها تكون في الويتس والهايت ده. معنى كده مثلا يظهر لي سكرول بار كده مثلا ايه؟ ما عنديش اوتو فيت، عندي حاجه زي اوتو فيت كده. تمام. فبيظهر لي مثلا سكرول بار كده، سكرول بار ده يبدا اطلع بيه وانزل بيه فيطلع يطلع الحاجات انسايد. انسايد جوه مين؟ انسايد جوه البوردر ده. تمام. فانا عندي حاجه اسمها اوفر فلو. اوفر فلو. تمام. اكس اوفر فلو واي. انت عايز تعمل ايه من ناحيه اكس ومن ناحيه ايه؟ من ناحيه واي. يعني لو جينا هنا رجعنا حطينا فور، خدناها كوبي بيست كده حطيت جواها تيبل. هنضيف اي حاجه جوه التيبل ده سي بسرعه تي ار كده. تمام. وهضيف جواه مثلا اي ليبل واي انبوت تكست. خدت تي ار ده اكتر من مره. تمام. وسي جيت هنا في الستايل روح جاي مدي البوكس ده ويتس سي 350 بكسل وهايت سي 200 بكسل. تمام. طبعا عشان الريفليكت ده فانا لازم اجي في الفايل بتاعي ادرج ادروب بس ايه سي اس فايل. تمام. تعال نسيف كده وتعال نشوف شكل الدنيا شكلها عامل ازاي. وتعال نديها بوردر مره عشان ايه نحس ان في اي حاجه حصلت. اديله بوردر. البوردر ده سي الصاص بتاعه 2 بكسل، الويتس بتاعه 2 بكسل وعباره عن سوليد، ومثلا لونه هيكون عباره عن اللون لون ايه. طيب انا اصلا بحب اكشن النزله بصراحه يعني، هتلاقيني على طول مختار نزله يعني. فانا هتلاقيني تعال برضه نقول له سيف ونرجع نقول له ايه ريفيو كده. طيب تعال نضيف شويه تكست بوكس ثانيه عشان نكبر الدنيا. هتلاقي تكست بوكس بتاعتي طالع بايه؟ بره الدنيا كده خالص. تمام. فانا عندي حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه اسمها اوفر فلو.
اوفر فلو، ممكن ده اكس واي وانا عندي حاجه خاصه بس بايه اوفر فلو اكس اند واي. طب هتلاقي في ايه؟ هتلاقي يمكن اشهر حاجه عندنا، عندي حاجه اسمها سكرول وفيزيبل وحاجه اسمها ايه هيدن. تمام، انت عايز من اكس تعمل ايه؟ عايز من ناحيه اكس تعمل ايه؟ انا ممكن بقول له من ناحيه اكس مثلا عايز اعملها سي هيدن. تمام، ومن ناحيه واي يس اقول له مثلا ايه سكرول. تعال نشوف كده، تعال نسيف بس كده نرجع تاني. هتلاقي كل الدنيا ايه دخلت عندي جوه. تمام، هتلاقي الدنيا عندي ظبطت ايه. طبعا من ضمن الحاجات الظريفه جدا في السي اس اس 3 عامه، تمام، ان انا بعمل حاجه زي كده وابدا ان انا ايه. طيب من ضمن الحاجات برضو ان انا عايز اعمل ريسايز، يعني انا مثلا ايه مش في بعض الويب سايتس كده تلاقي مثلا عامل كونتنت كده تقدر تريسايز الكونتنت ده. تمام، فانا اقدر اعمل حاجه زي كده. فانت هتلاقي برضو عندك حاجه اسمها ايه، عندي حاجه اسمها ريسايز. فانا لو جيت كده فانا عندي حاجه اسمها ايه ريسايز، هتلاقي ريسايز هوريزونتال ولا فيرتيكال ولا عندك بوس. فانت لو قلت له هوريزونتال فانت هتشد بس كده، مش هيكون عندك لابين انت ايه تشد ولا فوق ولا تحت، يعني يبقى الكيرسور ظاهر كده. تمام، مش هقدر اشده كده. يعني تعالى اقول لك لو قلنا هوريزونتال كده، وتعالى نشوف اللي هيظهر. يعني القديم مش كان ظاهر عندي اي حاجه هنا، تمام، مش كان ظاهر مثلا اي حاجه اقدر ان انا ريسايز الكونتنت ده. فلو جيت هنا وقلت له فيو ان براوزر او سيف، تعالى ريفرش كده، ظهر حاجة. طب تعال نخليها فيرتيكال. ايه؟ انا سيفت بس مش شارح حاجة. المفروض انه يظهر لي حاجة هنا يعني، سبحان الله. تمام؟ بيظهر لي اسمه ايه ده؟ زي اللي بتاع اللي هو فيه نقط ورا بعض كده. يعني بيروح جاي ظاهر لي بتاع كده في هنا جنب هنا، ظاهر لي ايه؟ شوية حاجات كده. تمام؟ اقدر لو انا حطيت الكيرسور بتاعي هنا كده هتلاقيه طلع الكيرسور كده، تقدر انت تدراج كده في كبر ايه؟ معاك السايز بتاعك. تمام؟ فاللي بعمل الحاجة دي عن طريق حاجة اسمها ايه؟ عن طريق حاجة اسمها ريسايز. بعمل الحتة دي عن الطريق دي عن طريق حاجة اسمها ريسايز. ايه؟ اه بتخلي اللي تحت ده هيدن. هيدن يعني يدخل جوه. تمام؟ هيدن هيدن مش هيخفي، هيدن يعني يدخل جوه. تمام؟ اه الكونتور اصلا هتلاقي كونتور اسمك اندو تكست اريا، عندك كونتور اسمه تكست اريا، تكست اريا تقدر تشيله كده وتجيب كده. تمام؟ هو هتلاقي فيه الاوبشن ده. ايوه ايوه لا انت عايز بقى انت عايز مثلا، لا انت في عندك حاجه اسمها ماكس ويتس. تمام، عشان مش هيقدر يظبط الحاجه دي، ماكس ويتس ما يزيدش مثلا عن سي 400 بيكسل، والهايت الكنترولز اصلا هتبدا ان هي تختفي وتظهر معاك. يعني ما تقلقش، يعني حته الريسايز ده هو هيبدا يظبط الكنترولز دي. تمام، عايز اعمل ايه؟ او الهايت انا احط بس مثلا سي عاملها فوق يبقى 250 بكسل، فكده ما يزودش عن كده. لو هو بيريسايز ما يزودش عن 400 بكسل، وايه احط له بس هنا ماكس هايت و 250 بكسل. طيب ما زال برضو. تمام، فانا بعمل حاجه زي كده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها ريسايز. دي يمكن ضمن الحاجات الظريفه موجوده عندنا في سي اس 3. طيب انا عندي حاجه اسمها اوت لاين، عندي حاجه اسمها اوت لاين. يعني ايه اوت لاين؟ البوردر كان بيعمل ايه؟ البوردر كان بيعمل اللي احنا عملناه دلوقتي، اللي هو عمل ايه؟ راح فين البوردر؟ ايوه مش ماشي. تمام، او اللي هو البوكس اللي بيعمله ده. طيب اوت لاين بمعنى انت هتحط لاينز اوت اوف ايه؟ اوت اوف بوردر. يعني هحط لاين كده بره.
بس لا ما اقدرش بقى هنا الاوت لاين، اقدر ان انا احط ازود المسافه بين اللاينز دي، يعني اقدر ان انا اقول له ايه بدل ما هي 1 بكسل خليها مثلا 10 بكسل، فبعيد لي الخطين عن بعض شويه، تمام؟ لا عايز اصغرها فبايه بصغرها، تمام؟ فانا اقدر اعمل حاجه زي كده، تمام؟ هي بس كشكل جميل لو انا عايز اعمل حاجه شكلها جميل، انك مش فايدتها ايه او بتعمل ايه، مش هي الشكل الجميل مش اكتر منها ان هي بتعمل حاجه معينه، تمام؟ بس هنا بحط اوت لاين بره البوردر بتاعي، بحط اوت لاين بره البوردر بتاعي، يعني انا جيت هنا قلت له ان انا عايز اعمل اوت لاين، الاوت لاين برضو بياخد ايه؟ بياخد ليه؟ ويتس برضو، يعني ممكن اقول له مثلا 2 بكسل ومثلا سوليد برضو، وعايز مثلا اعمله لونه هنخليه جري مثلا، تمام؟ فلو جينا عملنا كده هتلاقي في بوردر جري ظاهر هنا، تمام؟ لازم. طب انا عايز ابعدهم عنه ايه؟ لا هتيجي بس في عنده حاجه اسمها اوت لاين، اوت لاين اوف سيت، دي الويتس بتوين البوردر اند الاوت لاين دي، اديله مثلا حاجه بالبكسل، قول له مثلا ايه عباره عن 8 بكسل. بيز بوردر لا الاوت لاين بره، يعني هو مش كبر عني، تعال نظبطه شويه. الاوت لاين حاجة بره البوردر، بره البوردر. تعال برضه في عندي حاجة اسمها اوت لاين ويتس، هديله مثلا سي 10 بكسل. الاوت لاين، الاوت لاين بره بره البوردر، بره البوكس، تمام؟ الاوفس، تمام؟ انا الاوفس ده مش عارف بصراحه برضو مش شغال ليه، المفروض ان انا اديله حاجه يبعت لي الاوت لاينز عن ال الويتس. بص ده اللي بيعرض الويتس، اما الاوفست المسافه بين البوردر والاوت لاينز. فين؟ ما انا لو عايز ازود الويتس انا احط برضه 10. انا عايز ازودها مثلا اخليها سي 20، بس هو برضه مش عارف مصغرها ليه. طب انا ممكن اقول حاجه، يمكن هو برضه عامل الدنيا كده، تعالى يمكن نحط مثلا اقول له مارجن ليا من الليفت مثلا سي 200 بكسل، ومن توب خليها ليا برضه 200 بكسل، ابعدها عن البوردر ان البيج نفسها ما كده راح بعيد، برضه مش ظاهره اصلا. المفروض ان هو الاوفست يبعد لي الاوت لاينز، اللي هو الجري ده بعيد عن خالص الاوت لاين. عامة لو جربتوها على كروم هتشتغل، يعني لو كروم معاك هتشتغل ان شاء الله. والله ما عرفت ده كام، 10. تعال نجربها. لا بس الاوت لاين لازم اعمل اوت لاين مع الاوفست، مش هتفرق يعني. براوزر يعني؟ لا في حاجات حلوه بقى هقول لك، احنا جايين بقى ايه؟ هقول لك بقى ايه اللي في بقى السي اس اس عامله، لما نيجي نتكلم برضه في ادفانس شويه، السي عامله حاجات تشتغل على انترنت اكسبلورر، وحاجات تشتغل على فايرفوكس، وحاجات خاصه بالبرو. يعني في امر كده يقول لك انت تشتغل ايه؟
على انترنت اكسبلورر، وامر كده تشتغل على على فايرفوكس، وامر كده هنجيلها يعني واحنا ماشيين فيها يعني. اه تحدد الاوبرا، لا الفيرجن، لا لا الفيرجن لا. طب ماشي، هو في حاجات معانا ايه؟ ممكن وانت انت عندك الابيلتي اصلا تجيب الفيرجن وتقدر تشتغل على الفيرجن ده، يعني انت عندك الابيلتي انت تجيب بجافا سكريبت الفيرجن بتاع البراوزر ده. لا لا سيبه. ايه؟ لو عايز ايه؟ تحط حاجه يعني؟ ما ممكن نعملها، ايه مشكلة؟ اه عادي تقدر تعملها زي كده. انت ممكن تجيب، ممكن تجيب الفيرجن بتاع الجافا سكريبت، لو مشكله تدي له يو ار ال ان هو ينزل بيه حاجه تقدر تنزل. لا مش عافيه بقى يا عم، مش للدرجه دي، مش كل حاجه عافيه يا عم. ده انت جبار، مش للدرجه دي يعني. انا ممكن عندي الابيلتي ان انا اجيب حاجه غير اجيب الفيرجن بتاع البراوزر بتاعي وافضل من البراوزر. ممكن لو الفيرجن ده مش موجود ابدا ان انا تدي له يو ار ال ان هو ينزل حاجه زي كده زي فلاش بلاي. تمام. طيب تعال ناخد من حاجات برضو ظريفه اللي هي حته الريديوس، ان انا ابدا اعمل بوردر لو بدل ما ال شارب الانبوت تكست بتاعي يبقى بدل ما الانبوت تكست يبقى بالمنظر ده شارب، تمام. لا ده انا ابدا اعمل له ايه بوردر كده بشكله، تمام جميل صح. طيب تعالى نضيف بوكس تاني كده، وتحت السكشن ده هنعمل مثلا سي سكشن 2. هو اسميه سي بوكس 2. تعالى هنا كده في الستايل هنادي على بوكس 2 وادي له ويتس سي 100 او 200، ما حدش غرمان حاجه. هايت سي 200 برضو، تمام. هتلاقي بقى جيل عندنا في سي اس 3 عندنا حاجه اسمها بوردر. بوردر ايه؟ بوردر ريديوس. بوردر ريديوس، تمام. هتلاقي بوردر ريديوس حاجات كتير جدا، تمام. بوردر ريديوس ده حاجات كتير. هتلاقي بوردر في رايت لو عايز تعمل رايت للرايت كولر، وفي لو عايز تحط له ستايل ويتس. بوردر ده لو انت اديته يعني لوحده كده، اديت بوردر ريديوس كده لوحده كده، اديته داتا هو ياخد كل ايه؟ الراوند كله، يعني يعمل راوند لكل ايه؟ كل البوكس كله من جميع، من توب ليفت وتوب رايت وبوتوم ليفت وبوتوم ايه؟ بوتوم رايت. يعني الجزء ده كده، يعني تعالى نعمل ده كده نيو، ده هيكون عباره مثلا عن البوكس بتاعي، تمام. الجزء ده هو عباره عن ايه؟ توب ليفت، توب ليفت، وده كده عباره عن بوتوم ليفت، وهنا بوتوم رايت، وهنا بوتوم ايه؟ او توب رايت. فانا لو اديت الريديوس قيمه واحده بس وهو يروح يعمل الكورنر كلها والسيم ايه؟ والسيم سايز. عندي الابيلتي ان انا ابدا اقول له رايت بس فياخد لي ايه؟ اي حاجه في الرايت سواء كان التوب او سواء كان ايه؟ الرايت بس، اما الليفت فيسيبه شارب. تمام؟ فانا ممكن اخد الرايت بس لوحده، يعني اقول له راديوس ريديوس رايت واقول له ريديوس ليفت، او ان انا اقول له توب ليفت وبوتوم ليفت، او ان انا احدد له كورنر بعينها. يعني ان انا عندي الابيلتي على البوردر بتاع ال على البوكس دلوقتي، على البوكس او السكشن عملتها، بس ما اقدرش اعمله مثلا على انبوت تكست. هنعمله، تعالى هوريك حاجه شكلها ظريف، تمام. انت مستني بس مش مستني انت اليوم، تمام. طيب في حته بوردر ريديس كده، انا لو قلت له كده حاليا سي البوردر بتاعي يكون عباره مثلا من جميع الاتجاهات سي 7 بكسل، تمام.
وجيت تعالى وحط له بقى بوردر كلرز، اقول له بوردر سي 5 بيكسل، الويتس بتاعه 5 بيكسل وعباره عن سوليد، واللون بتاعه عباره عن اي لون بقى عندنا لون ده مش ازرق والله بنفسجي. وتعال اللود كده هتلاقي فين البورده يمكن مش واضحه شويه، تعال نخليها مثلا سي مش مارجن حاجه، ممكن احنا نوقف ده كده شويه. وانا هكومنت اوكي تمام كده. وتعالى سيف، تعالى نزود الريديوس شويه نخليه مثلا 10 بكسل. هتلاقي برضه مش عارف شايفين راوند ولا لا يعني. ايه؟ انت انا ماشي انا مش شايفه. تعالى صغر ده بس شويه كده، انا عامل بورد بيرفكت كل ايه. تعالى نديله مثلا 20 تمام. فكده خدني من جميع كورنرز ايه سي ليا راوندد تمام. عندك برضه الابيليتي ان انا اجي اقول له ايه بوردر بقى عندك بوردر بوتوم ليفت 3 دياس وتوب ليفت 3 دياس. تعال اقول له بوردر كده ريديوس، هتخبله اللي حصل. تمام. تعال اقول له دلوقتي ان انا عايز ايه. احنا قلنا في حاجات بتشتغل على البراوزر ما بتشتغلش على البراوزر تمام. فهتلاقيهم عاملين في سي اس اس 3 كمان عشان يراعوا الحته دي، ان حاجات ممكن ايه الكود بتاع اللي يماتش مع براوزر معين. فانت لو جيت قلت له كده بوردر ريديوس تمام، هتلاقي طالع علامه المقص كده تمام. معاك هنا عباره عن سنيبت او شورت كات يعني، قول له تاب تاب تمام، هيطلع لي الثلاثه اللي تحت دول، هيطلع لي الثلاثه اللي تحت دول. يعني ايه بقى اللي قاله ده؟ موز ده اللي هو الفايرفوكس ويب كيت يقع تحتيها سفاري وكروم واوبرا وايا كان براوزر تيم تمام. يمكن اعتقد لو اشتغلنا على براوزر غير الفايرفوكس ده، وهتلاقي معاهم برضو سيل الانترنت اكسبلور، هتلاقي تحت ويب كيت. ويب كيت ده عباره عن انجن يعني. ده كله عشان البوردر ريدس. ده الامر الاخير ده بقى الديفولت اللي هو سي شغال دلوقتي سي حاليا، لو هنطبقه حاليا على براوزر قدامي ده تمام. اما لو هنطبقه على موزيلا فعندي موزيلا اهو تمام، ويب كيت اللي هو كروم واوبرا وسفاري تمام. فدي يقع تحت الويب كيت. وبرضه تقدر تديهم ايه نفس البولدر اللي احنا عملناه ده كده، بولدر ريديوس ده تديهم له فين في الريت يعني. فاجي اقول له خد يا عم كوبي كده حطه هنا، هو كمان كملهم كلهم والله برافو عليك. طيبين يا اخي. ايه الكومنت كده تمام. فانت هتلاقي في حاجات في سي اس 3 عامة اول ما تشوف العلامة دي هي العلامة دي علامة المقص دي، تعرف ان هي ايه، ان هي عشان تشتغل على كل ايه كل براوزر، او هيطلع لك ديفولت لكل براوزر موجود عندك تمام. ايه انت تعملي بس بوردر ريديوس كده ريديوس واعملي تاب تاب. Thank you.
بالظبط في البوردر عباره عن النفس ايمج. ينفع تلاقي عندك تقريبا حاجه اسمها ايه، ما هي في البوردر فيها تقريبا ايمج برضه. ده انا احط ليها ايمج، يبقى البوردر بتاعه عباره عن ايمج. هتلاقي في بوردر عندك حاجه اسمها ايه، بص تحت كده بوردر ايمج، وبرضه البوردر ايمج دي هتلاقي برضه الموزه ايه تمام، وي او عندي علامه الاوبرا ايه ايمج دي. اعمل يو ار ال كده ظهر لك حاجه اسمها ايه يو ار ال، اديله الباس بتاع اللي عندك هنا على السيرفر. تمام. هنا ده عباره عن ايه، عباره عن اوبرا ايه. هو حاجات ممكن حياتي لا ممكن كومباتبل شغاله مع الناس كلها، فحطهم لك ايه تحت ويب كيت. تمام. اما انا شغال حاجات ثانيه، حاجات ثانيه ففصلها في ايه في امر لوحده. فدي سين الويب كيت كات سين، عايز برضو اوبرا كده لها امر لوحده يعني، او ديفرنت شويه غير اللي هيشتغل على كروم او سفاري، فحطها ايه فحطها لوحدها. ودي يو ار ال هنا وبتوين سنجل كوتيشن كده، ده الايمج بتاعك او الباس بتاع الايمج بتاعك، الباس واسم الايمج هو الاكستنشن بتاع الايمج. يعني انت عامله ديزاين من الناس بتديزاين، تحط تعمل ديزاين ايمج بيكسلز كده صغيره تمام. هتلاقي اصلا دايما الويب سايت انت البرفورمانس بتاعه عالي، هتلاقي عشان الديزاين بتاعه هتلاقي الصور اللي جوه عباره عن بيكسلز، يعني الصور هتلاقي قد كده. انت بتشوف مثلا الباك جراوند بتاعت اي ويب سايت عباره عن صوره مثلا، هي مش صوره، هي صوره ممكن اكتر من مره، بس هو عاملها بيكسل صغيره جدا، لان هو هيلود صوره كبيره فبتاخد تايم. اما لو هيلود الويب سايت عباره عن صور صغننه كده فهيلود اسرع من هيلود صوره ايه صوره كبيره. ايه لا انت لو في عندك حاجه اسمها باك جراوند ريبيت، يعني لو انت عايز تريبيت الدنيا باك جراوند ريبيت ايه، لو انت عايز تكرر الصوره بتاعتك تكررها على البوردر ايه، لا مش على البوردر، كررها على الباك جراوند بتاعت ال ايا كان على على الحاجه اللي انا شغال عليها، على انت شغال عليها. يعني انت عامل ويتس، الويتس او السكشن كلها، تعالى نتكلم بمعنى الدوكيمنت كلها، وعايز يكون الدوكيمنت كلها اليو ار ال بتاعها او الباك جراوند بتاعتها بدل ما هي كلر تبقى فوتو تمام. فانت بتعمل باك جراوند ريبيت، بتعمل صوره، يعني من ضمن الناس اللي بيشتغلوا فوتوشوب بيعمل صوره بالبيكسلز، هو كبرها قدامه بس بيقعد يعمل فيها اللي هو عايزه، يحط فيها الحبشتات كلها تمام، وبيجي يعملها بقى. طب انت لو هتنادي صوره قد كده في براوزر مش هتظهر اصلا تمام، فبيحطها كلهم جنب ايه، فريبيت بقى، تحس ان الدنيا كلها اصلا صوره واحده ملزقه جنب بعض كده، فتحس ان كلها ايه صوره واحده. دي اللود بتاعها اسرع لو انا احط صوره كبيره كده باك جراوند الخلفيه بتاعتي. فين دي بولدر ايمج؟ هتلاقي عندك شيء اهو تاب تاب، هتعملي كل حاجه. تعال نطبقها على الانبوت تكست، هتلاقي شكلها بقى كيوت يعني. تعال نعمل الفورم كده بسرعه ونطبق ليه البيدر ريلز ده على الانبوت تكست. هتلاقي الدنيا ظريفه شويه، ونحط شادو بقى يبقى غير الديفولت حاجات عندنا، حاجات اللي تعجب الجمهور دي. تعالى اقول له هاد اتش ام ال بيج جديده، وتعال نسميها 04 عبارة عن forms ريتس. هو اللي كملها، انا بعمل تاب تاب راح هو اللي مكملها. والله ما انا مزعل. والتيبل نفس الحكايه برضه، تاب تاب يكملوا لك. اكيد ما بكملش. Thank you.
تعال حط مثلا سي انبوت تايب اهو سي هو كمله له وده يكون عباره عن ماشي تايب بتاعه عباره عن سي تكست. تعال بس نحط اثنين جرب عليهم بس. لا مش هتكلم فيها تاني بصراحه. هي قصدها ايه الاكشن والميثود دي؟ الاكشن والميثود لا اول مره كلمنا فيها بصراحه. انا فاكرها بصراحه اتكلت المعاناه وانا بشرح. تمام. تعال برضه نحط حاجه اخيره سين اخر حاجه نحطها مين ايه كفايه كده انا زهقت بصراحه. وتعالى برضو في الستايل نبدا النادي مثلا على الانبوت بتاعنا تمام وقول له برضو انا عايز اعمل ايه بوردر للراجل ده بوردر راديوس تمام عايز تعمله ايه قول له مثلا عايز اعمله 5 بيكسل ايه صغير تعال نخليها 10 تمام وتعال نفيو من براوزر كده سبحان الله حاجه زفت بصراحه هنا في الصفحه دي ظلمت الراجل طيبين يا اخي ممكن صغيره شويه برضه في ايه 10 كتير ممكن نخليها سي الكورنر نفس الجنب كله مع بعض طيبين يا اخي تمام اعتقد كده شكله اظرف من الاول انبوت وديته بوردر تعالى كمان نضيف شكل جمالي شويه بوكس شادو تمام كان بياخد ايه عندنا كان اول حاجه هقول له مثلا 2 بيكسل ايه لا 2 بيكسل وبعد كده في رايت عباره عن سي 4 بيكسل و و و و و توب وليفت او الترانسفيرسون بتاعتي 2 بيكسل واللون بتاعي عبارة عن كود بيكتر كتاب تبدي على فكرة حاسس ان انت كاتب حاجات يعني تمام كده ظبط يعني ابدا بقى يعني ممكن تحط دول في ليبلز وتبدا برضو تظبط لهم الديزاين بتاعهم شكله عامل ازاي انا الاول يعني
او كنت اعملها في العادي كنت هتعب عشان ابدا اظبط بوردرز كده. كنت الاول حاجه ليفت رايت توب بوتوم، واول حاجه درجه اللي هي الوضوح بتاعه الشادو تمام، وبعد كده الكالر. قصدك مثلا دي عباره عن توب ليفت انت قلت عليها كده زي السي شارب لما بتيجي تعمل دي الارجمنت اللي انت عايز فيها. والله انا نفسي ما عارف يعني. انا ممكن كشغل فانا ايه عارف الدنيا ماشيه ازاي والله المنطقي مش كتير. انا عمري ما دخلت كورس وحد قال لي مش منطقي، مش ذنب انا والله يعني. اللي ده بدل ما احط لك بوردر كلر احط لك ايمج. انا عايز احط بدل الخط ده كده ايمج. ما عادي هم هيحطها لك يعني البوردر نفسه احطها لهم يعني الصوره هي اللي كررها اصلا. الديفول بتاعها ان هو كرر الصوره على البوردر بتاعي. تعالى نبدأ نتكلم في حاجة تانية، حاجة اسمها سودو كلاسز وسودو إليمنت. ايه؟ تصدق تمام مين؟ أنا قاعد هنا وعرقان، مروح عليا. جاية بس عرقان مش عارف طالع شوية. ايه؟ مش عارف هي باظت باين ولا ايه؟ عندي حاجة اسمها سودو إليمنت. سودو كلاس. طيب ايه سودو اليمنت سودو كلاس؟ دي حاجات برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده عندي في سي اس 3 بتسهل شويه كونسبت عندي في سي اس عامه. سهل شويه كونسبت موجوده عندي في سي اس اس. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت لك انت عندك باراجرافز كالاتي. تمام؟ والباراجراف ده فيه لاين 2 3 4. تمام؟ قلت لك انا عايز اول لاين ده عايز فيرست لاين في الباراجراف بتاعي يبقى لون ريد. هنعملها ازاي؟ لا يعني هو لا يس انا عايز لو انا هعمله في العادي انا عايز انا اقول له اول لاين في الباراجراف يكون لون ريد. مقسماهم بريكات حطيت هنا بريك اديني عرفتك ان اول بريك اهو. فهم عملوا له حاجه ظريفه جدا حاجه اسمها سودو كلاسز وسودو اليمنت. تمام؟ هتلاقي سودو اليمنت يعني بعد ايه بتكتبي مثلا سي سيلكتور بتاعك. تمام؟ بعد سيلكتور او تعالى نكتب سيلكتور. تمام؟
وبعد كده تكتبي مثلا كلاس، اسم كلاس اللي انت عايز تطبقيه، مش كلاس بمعنى كلاس اللي احنا نعرفها، لا كلاس هي موجوده بيلت ان، حاجه موجوده وبتعمل ليها ستار معين. تمام، وبفتح ال براكت بتاعتي واكتب الستار انا عايز ايه اطبقه، مش شرط البي، يعني السلكتور بتاعي ايا كان السلكتور ده بي ديف اي ايا كان. تمام، فالسلكتور ده ايا كان، بس انا اديت المثال بتاعتي على ايه؟ على باجراف. تمام، فالسلكتور قلت له كولون كده فبيظهر لي بيلت ان كلاس اقدر استخدمه. تمام، الاليمنت لو عشان اطبق اليمنت فبقول له ايه؟ تسلم. بسود اليمنت عشان اطبقها. تمام، بس بحط ايه؟ اتنين كولن او دبل كولن. فانت عشان تنادى على كلاس تعمل حاجه معينه، وعشان تنادى على اليمنت. طب الكلاس زي ايه؟ احنا بنتكلم واليمنت زي ايه؟ بس يهمني دلوقتي ان انا عشان اطبق اليمنت معين فبحط ايه؟ دبل كولن بعد السيلكتور بتاعي، وعشان اطبق كلاس معينه بحط سنجل كولن بعد ايه؟ بعد السيلكتور بتاعي. تمام، طب في المثال ده، في المثال ده ان انا عايز اجيب الفيرست لاين في الباراجراف بتاعي واخلي لونه ايه؟ لون ريد. عندك بقى كلاس ظريفه جدا اسمها ايه؟ الاليمنت دبل، الاليمنت دبل كولوم، كلاس اسمها فيرست لاين. فيرست لاين دي هتجيب لي اول لاين سي، لو قلت له بي لو سمحت هات لي اول فيرست لاين، شوف بقى انت عايز تعمل ايه على اول ايه؟ فيرست لاين. كلر. تمام، بس كده سهل عليك كتير، يعني سهل عليك كتير، حاجات كتير جدا. تمام، فلو جينا هنا عملنا بيتش كده تانية، قلت له اد، سودو كلاسز او اليمنت ايا كان تحت بسودو كلاسز. تمام، ودينا في البادي كده ضيف باراجراف، الباراجراف ده هنضيف اي حاجة في اي تكست هنا. ماشي، اي حاجة. تعالى بقى اقول له ايه؟ قول له انا عايز على الباراجراف، عايز على البي بتاعتي هعمل ستايل، خليها انترنال، اقول له بي عايز اطبق عليها الفيرست ايه؟ فيرست لاين. فيرست لاين سوري عباره عن اليمنت، معلش فيرست لاين، حط دبل كولوم. تمام، واقول له انا عايز اعمل ايه؟ يس. تمام، عايز تعمل ايه؟ قول له عايز اعمل الكلر بتاعي لونه ايه؟ دبل كولون. بالكولون. لا لا، بص في بعض الايمس كده بتطبق على اتريبيوتس جوه حاجه معينه. الكلاس سي ممكن اطبقها على حاجه، يعني بص تعال بس اوضح لكم، بس نقولها واحده وهتلاقي انتوا عارفين الديفرنس بينها، يعني مش لازم انا اتكلم في واحده واحده. يعني دلوقتي انا هقول له فيرست لاين سي، وقلت له ايه؟ سي كلر ريد. لو جينا عملنا كده المفروض يطلع لي ايه؟ اول تكست عندي هنا في الباراجراف طلعه له ايه؟ طلعه لي ريد. تمام، طيب انا سي انا عامل هنا، طب انا عايز احط اول، معنى كده ان انا ممكن لو عندي اكتر من باراجراف فكل باراجراف اول فيرست لاين هيكون عباره ايه؟ لون ريد. تمام، طيب لو انا قلت عايز اعمل
لكل اول فيرست ليتر في اي باراجراف يكون كابيتال، فاهم؟ فانا ممكن هو عندي كابيتال هنا اصلا، فانا ممكن ايه نغيره كده. تمام، فانت عندك ايه بي، عندك حاجه اسمها فيرست ليتر. تمام، الفيرست ليتر دي انت عايز تعمل فيها ايه؟ بص شباب، في حاجات يعني في حاجه قديمه، في حاجات قديمه تمام، وفي حاجات قديمه. من ضمن الحاجات اللي السيري كانت موجوده قديمه هتلاقي اللي معمول عليها كلاسز دي. تمام، ايه فيرست ايه فيرست ليتر فين فيرست؟ طيب ماشي. بص عامه في الكلاسز دي كانت قديمه شويه، يعني في كلاس شفت حته زي لو عايز انادي على انبوت تايب واقول له مثلا كولون فاليد، حته الكولون دي كده الكلاسز دي ممكن تكون يعني فيرجن قديم شويه. اما الفيرجن دي فضافه حق شويه اليمنتس، شويه اليمنتس دي بتوفر برضه عليها حاجات ثانيه. تمام، ومش معنى كده ان الكلاسز دي مش ضافه عليها حاجه، لا هتلاقي من ضمن الحاجات دي كلاس جديده ثانيه. تمام، فالاليمنت دي حاجه اصلا ضافوها جوه، اصلا جديده جوه فين؟ جوه عندنا في السي اس 3. بس عايز اعمل ايه؟ هقول له بس فيرست فيرست ليتر، عايز تعمله ايه؟ تكست ترانسفورم، خليه ابر ايه؟ ابر كيس، وتعالى اقول له فيو براوزر، خليه الاتش الاولاني ايه؟ كابيتال ايه؟ تمام؟ كل اللي تحت دي هو الاتش الاولاني اللي في الاتش ميل عباره عن ايه؟ عن كابيتال. طيب انا سي لو جيت قلت انا عايز احط قبل كل اتش حاجه معينه، يعني سي لو انا عندي اكتر من اتش كده، جيت قلت له مثلا عندي اتش 3 كده وجواها مثلا برضو سي انترودكشن تو جافا سكريبت، وعايز مثلا احط قبل كل اتش 3 حاجه معينه، تمام؟ فانت عندك ايه؟ عندك حاجه اسمها هتقول له مثلا اتش 3 دبل كولون كلمة ايه؟ بيفور. شوف بقى انت عايز تحط ايه قبل ايه؟ قبل ال H، قبل ال H اي H 3 عندك. شوف انا عايز احط ايه قبل اي H 3. ممكن اجي اقول له كونتنت، او عندك حاجة اسمها ايه؟ ايكون. لو انت عايز تحط ايكون قبل H 3 يبقى مثلا صورة صغيرة كده قبل مثلا هيدنج ايه؟ جرب ايكون. برضو عندك ايه؟ يو ار ال. اما عندك اما عندك كونتنت، بص كونتنت هتلاقي عندك ايه؟ عندك حته من ضمنهم مثلا عايز تحط برضو ايكون، عايز تحط مثلا ديسك دايموند هو شكل الدايموند. ايه تاني؟ هتلاقي دي كلها عباره عن سكوير، عايز احط شكل، عايز احط سترينج فبودي له بياخد مني ينفع احط لي كلمه قبلها. تمام، بس اتمنى ان يشتغل على البراوزر ده، اتمنى يعني. عايز احط بوكس، تعال ايه نعمل كده. مش انا تقريبا مش هيطبع عندي كمان ايه؟ لا يظهر دايموند قبل ال H3 عامة. ايه؟ ايا كان يا جماعة، ايا كان احط ايه دايموند ولا بوكس مش هتفرق معايا، اهم حاجة انه يظهر يعني. المفروض انه يحط لي قبل اي H3 هنا دايموند. ده حتى كمان في عندي اصلا كمان عندي حاجة اسمها H3 before.
او افتر. تمام. ممكن برضو احط ايه كونتنت معين برضو. ممكن يبقى كلام وممكن يبقى ايكون وممكن تبقى صور شكل معين. ممكن احط زي ما انا عايز يعني. شوف مايكروسوفت مهما كان عاملة ال HTML5 يعني عاملة انهانس فيه، البراوزر بتاعها ما يظبطش الحاجات اللي بتعملها. اه طبعا ده يمكن من المساوئ بتاعتها بجد والله. يعني البراوزر بتاعها المفروض ده براوزر يسبورت، ما بيسبورتش حاجات في ال HTML5. طيب انا هضيف برضه بيج جديده وابدا اشتغل من الكلاسز الموجوده عندنا. هفترض ان انا عندي يو ال كده، واليو ال ده فيه شويه ايتمز زي مثلا التكنولوجي بتاعت ال HTML5 و ال اي جافا سكريبت مثلا هحط له مثلا ال اي سي شارب مثلا. تمام. وقلت لك ان انا عايز فيرست اليمنت يكون لونه مثلا ايا كان ازرق بلو. هعملها ازاي؟ ما احنا خدنا دلوقتي فيرست لاين. طب بصوا تعال نبدا نتكلم في الليست في كلاسز عندنا. انت عايز ايه؟ مش عايز، انت عايز اول ايه؟ اول ده. تمام. تمام. اقول له ايه؟ انت عايز ايه ال اي؟ تعال نكتب بس ستايل. مش ده عباره عن بيرنت؟ تمام. ودول عباره عن تشايلد البيرنت دول. فتعال اقول له ال اي ان اس تشايلد. واقول له مثلا اللي هو مثلا رقم واحد عندي ايه. تمام. اتنين ان واحد بلس وان دي معناها الفردي، يعني واحد تلاتة خمسة. تعالى بس انا قلت له انا عايز اول حاجة اقول له رقم الاول ده ممكن نحط عليه مثلا بوردر سي 2 بيكسل وسوليد والكلر بتاعه مثلا سي. هلا تعال بقى شوف حاجات ثانيه مش هتجيبها فيرست لاين. طب مش هقول تعال الثانيه هتجيب حاجات ما تجيبهاش فيرست. بس ايه جايب لي على HTML5 جاب لي ايه؟ حط لي بس عليه ايه بوردر. تعالى بس انا برضه ابدا اشيل اعمل ويتس وهايت الحاجه دي. ايه؟ ان اتش ان تي اتش اللي هي الفيرست فيفس مش عارف ايه. ايوه ان اللي هي الباور. تمام. وين ان اللي هي نمبر؟
اه النمبر بتاعتي عايز اول واحد تاني واحد تالت واحد رابع لا هقول لك انا ليه. طب تعال بس نحط بس ويتش هنا كده للبوردر ده تمام. طب انا قلت لك انا عايز تاني واحد او تالت واحد او رابع واحد فبتيجي بس انت تغير هنا ايه سي النمبر سي بتقول له 3 مثلا واحد واحد صح؟ فجاب لي الزوجي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة وحطيت عليهم إيه؟ حطيتهم عليهم أربعة. أنت بقى كل واحد عايز بقى إيه؟ عايز الأول والأخير؟ بس كده عاجبني. لاست تشايلد اعمل البوردر نفسه. ممكن ناخد البوردر ده كده ونغير اللون ده كده هنطلع عليه ماشي تعمل اول واحد وخمسه انت عايز واحد وخمسه هي تيجي بال بال ب 2 بلس 5 يعني طب انا اقول له n بلس 5 ايه ينفع تنقص عادي او ينفع تحط ماينس عادي طب ماشي ها 5 n 4 او ممكن 5 n يضرب 4 سو كده جاب لي بص عامة عامة هي الديفول بتاعها الديفول بتاعها 2 ان بلس 1 فاهم دي معناها اي حاجة فردية يعني فاهم اي حاجة فردية فاهم سي ايه 1 2 3 4 5 فاهم اما الديفول زوجي فبقول له 2 ايه 2 بس كده فاهم عنده ايفن عنده اود عشان بس كده انا ممكن برضه اقول 2 طب انا قلت له كده 2 ان بلس 2 ايه؟ هيطلع 4 ازاي؟ طب انا لو قلت له كده هيبدا من رقم 4 يبدا من 4 يعد زوجي يعني تعالى اقول له كده لو انا هعمل حاجه ثانيه يعني تعالى نحط هنا كده تاني اه يبدا من السادس ويعد زوجي تمام يعني هو ده من اربعه بدا يدل ايه حاجات زوجيه واحد يعني 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 واحد يعني
طيب عملت انتوا ايش تمام. طيب تعالى مثلا ايه تاني ممكن اجي اقول له؟ احنا خلاص لاست تشايلد وقلنا ان تشايلد وقلنا الايد والايفنت حاجات الحاجات دي بستخدمها على تيجوا في ان شاء الله الرحمن في الام بي سي. التيبل نفسه انت عايز تعمله ديزاين اهو كده كده بنجيب له ديزاين من بره بس ايه تيبل بيعمله ديزاين. الجيت فيو كنت بيعمل لك لاين باي لاين تمام. فطبعا عايز احط لاين لون لاين لون تاني فانا هعمله بالستايل ده عادي يعني. ممكن اجي على التيبل بتاعي وادي له ستايل يبقى خليه يخليه رو كذا ورو كذا لون ولون تمام. طيب انا عندي برضو حاجه زي الان اوف شال يعني عندي حاجه زي الان اوف شال دي اسمها انس اوف تايب. ايه الانس اوف تايب دي؟ الانس اوف تايب لايك بالظبط الانس اوف شال بس كل حكايه لو انت عايز توصل من هي طبقت هنا وطبقت على مين؟ بتطبق على تشايلد تمام. انس اوف تايب لو انت عايز توصل من بيرنت لتشايلد دايت تاني معينه يعني انت عايز توصل من مثلا عندك تيبل تمام والتي ار والتي دي مثلا تمام. لا ما ينفعش ان انا اقول له مثلا يو ال ال ار الكلام ده ما ينفعش مع انش شايب. انت عشان تطبق حاجه بيرنت وتدخل جوه البيرنت تشايلدات ثانيه فانا عندي حاجه اسمها ايه انس اوف تايب تمام. يعني مثلا انا في تيبل عايز اوصل من تيبل للتي ار ومن تي ار اوصل مثلا للتي دي وعايز اطبق على التي دي بقى حاجه معينه ما ينفعش اوصل لها بالانش اوف تشايلد. انش اوف تايب بس تروح لايه تشايلد جوه حاجه معينه تشايلد قلنا على طول سي ان مثلا سي التشايلد في التيبل تي ار فيروح فين اقول له تي ار تمام او اقول له تي دي فيقول له تي دي. ما ينفعش ان انا لازم اروح لبيرنت وبعد كده للتشايلد جوه تشايلدات ثانيه ما ينفعش اوصل بالانش اوف تشايلد تمام. لازم يكون ايه عباره عن انش اوف تايب الاثنين نفس الكونسبت بس انا عايز اوصل من بيرنت لتشايلدات ثانيه فبقول له انش اوف ايه انش اوف تايب. يعني اقدر اقول له يو ال الاي يعني مثلا ممكن برضه في التيبل عايز الكولم تبقى الوان ثانيه تمام. عايز الكولم تبقى الوان ثانيه فانا ممكن الكولم بتاعي بوصل له بتي دي معين ما الكولم انا بعمل السيري نفسها بتي دي فانا عشان اوصل لتي دي مش هقدر اوصل ليها بتشايلد فانا لازم اوصل ليها بانس اوف ايه انس اوف تايب فاقدر اوصل ليها انس اوف تايب عشان اقدر بس احط لها ايه احط لها لون معين تمام. ايه بص سيبك مسمين سيبك مسمين خالص ايه لا لا هو ده دي بتاع الانش اوف تشايلد ان اوصل للتشايلد 1 تمام. اما انش اوف تايب اوصل لبيرنت اوف تايب بيرنت وجوه شويه تشايلد تايب او المهم يعني شايد ازاي انا دلوقتي عايز اوصل شايد معينه مره واسكين مره مش واسكين ان انا عايز اوصل للبيرنت لتشايلدات ثانيه لان ممكن ال ال اي جوه ايه فانا عايز اوصل لل ايه اللي جوه ده اطبق عليه حاجه معينه ايه بوصل بالانس اوف تايم التشايلد بروح للبيرنت يعني مثلا اليو ال البيرنت بتاعه ال اي فانا بروح بقول له ال ال اي على طول تمام ما بقولوش البيرنت وبعد كده ايه للتشايلد. تيبل مثلا تي ار تي دي خد سبيس سبيس تقدر توصل اللي انت عايزه زي ما احنا عملنا كده في النافيجيشن ناف يو ال ال اي اي تمام كده وصلت اللي انا عايزه.
موجود عندنا حته الجريديانت ان انا عايز اعمل الكالرز يعني بحط فيكس كالر يعني سي بوكس لونه ريد لونه بلو. طب انا عايز اعمل جريديانت بمعنى كده انا عايز ادخل كالر في ميكس كالرز تمام. فانا عندي حاجه اسمها جريديانت عندي لينير وعندي ريديال جريديانت تمام. يعني انا عايز اعمل جريديانت عندي نوعين من الجريديانت عندي لينير وعندي ريديال. اللينير اللي هو بيلون لي الالوان بمنظر لينير يعني ايه ما يحط لي بشكل خطوط كده يعني وده بكالر معين مثلا وده بكالر تاني تمام. اما ريديال اللي هو تلاقيه بيبدا ايه الدنيا كلها بيبسيرك مثلا جوه كده ويبدا بس ان ايه الالوان تبدا تفتح معايا تمام يعني تمام. اللينير يعني مثلا ممكن احط 3 كالرز تمام اما احط 2 كالرز يعني ممكن انا اللينير اعمله ب 2 كالر عشان مثلا عايز الون البوكس ده اخليه ميكس اديله اعمل اديله باك جراوند معينه تمام. فانا لو كنت بديله فيكس كالر ريد جرين بلو مش عارف ايه او هاش مش عارف ايه وابدا اديله لا انا ممكن ادخل ميكس كالر فيبقى ثلاث الوان مثلا في بعض تمام. فانا بعمل بيها من خلال لينير تمام. او عايز مثلا الباك جراوند بتاع الصفحه كلها تكون شكلها ظريف ان انا ممكن برضه ايه اخلي الباك جراوند بتاعتها كلها مثلا مش لون واحد تمام كلها كام لون تمام. فانا عندي 2 كالر وايه ماسي كالر ونفس الحكايه ريدي الاقدر اعملها 2 كالر اند ايه 3 كالر. طب دي نعملها ازاي اوكي تعال نبدا بالباك جراوند على طول. قول له ستايل عشان اعمل جريديانت قول له انا عايز اطبق على البادي مثلا باك جراوند كولر هتلاقي عندنا حاجه اسمها ايه باك جراوند بس هتلاقي عندنا حاجه اسمها لينير جريديانت تمام وفي ريبيتنج جريديانت ايه اقول لك مش طيب بياخد مني ايه الجريديانت عامه بياخد مني اتجاهات يعني باخد مني مثلا انت عايز تبدا الجريدنت بتاعك من سي من الليفت ولا من الرايت ان كام الاتجاه بتاعته توب وايه توب وبوت تمام اوكي ماشي. فده اقول له مثلا انا هعمل الكالر بتاعي ريد ومثلا بلاك ايه
اختاره. فلو جيت الوت كده هتلاقي الدنيا عندي زي ما احنا شايفين كده تمام. ايه ده لينير عادي تمام. زي ما كان برضو عندنا في هي حته الويب كيت والحته الفايرفوكس حاجه هتلاقي برضو في لينير نفس الكونسيبت عندي. يعني ممكن اجي اقول له باك جراوند شلت البوزيشن دلوقتي تمام. هتلاقي برضو عندنا ايه ام اس دي عن مايكروسوفت. ام اس عندي دي عباره عن ايه الاي اي يعني تمام. والام او زد ده تبان هو عباره عن فايرفوكس تمام. وايه تاني او لينير دي عباره عن اوبرا. ويب كيت دي هتعطيها جوجل كروم وسفاري. برضو ممكن تطبق زي ما انت عايز. يعني شوف انت عايز تعمل ايه وتطبق ايه تطبق الدنيا يعني. طيب ماشي تعال بس ناخد في حاجات في الكونسبت اللينير نقولها ونبدا ندخل في دي. طيب انا ممكن برضه بدل ما هي كانت عباره عن تو كلرز نديها ايه سي 3 كلرز. سي ممكن احط مع بلاك سي وايت مثلا. دخلت تون تالت يعني. يعني كل حاجة بيرجع لنا الكونسبت دخل لهم في بعض يعني. سواني طيب. في حاجة بتجيب لي الدنيا كلها. هو الديفول بتاعها سي ريبيت ده الديفول بتاعها. انا عايز انو ريبيت في بقى تقريبا فول ويتس تقريبا. او انا هبدأ سيم سنتر برضو نفس الكونسيبت. ابدأ من الواي يعني لو جيت كده في شوية اكس سي كولرز يس شيل اكس جاب له واحد وايه والواي الدنيا كلها. في حاجة بتخلي ال لا ما خدش ايه الكومس. حاجة بتملالي الكونتنت كلها شير شيك بصراحة نفس الكونتنت تقريبا فيكسد. تمام ففيكسد ده اللي بتملالي ايه بتملالي الصفحة كلها. ايه ما هي كانت عامله جريدينت بس الاول كانت عامله ريبيت ريبيت تمام. فيكسد بخليها كلها ايه ايه الديفولت ريبيت تمام. الديفولت عندي ريبيت حاليا. ممكن عندي ايبت برضه ان احط لون تالت الوايت. ممكن يبقى لونه كمان ايه سي اذر كتير. تمام ايه
كويس يا رب انتوا بقى نقعد هنا يا شوري دي سلام سلام ابدا انفذها. انا جيت لو هنا كده قلت له البوزيشن بتاعي المفروض ان انا اقول له مثلا تو رايت تمام بدا من اول كولر عندي اللي انا هحطه له فروم رايت يعني انا اقول له ايه تو رايت يبدا من سايب ده منين من الريد اهو فبدا ايه ريد وبعد كده بلاك وبعد ايه بعد كده وايت عندي ميزانية حط كلمة 2 ايه تمام فانا اقدر برضو احط سيل بوزيشن دي الحاجات دي برضو من ضمن الحاجات اللي لو انا هعمل باك جراوند ممكن برضو ان انا اعمل بها باك جراوند كويسة جدا من غير ما انا اتعب في حاجة زي كده يعني تمام ممكن اعملها بقى على البوتس وعلى على ايه ممكن اعمل بقى على تقدر بص اي حاجة مش هي مش تقدر اي ليمبو ده تقدر تطبق عليه ستايل تقدر تعمل على اللي انت عايزه في شيء في عندك سيرفر يعني ممكن انا جيت قلت له كده سي الباك جراوند ايه ايه المشكله لا عامه الموست كومن بيدخلوا على ديزاين في الفوتوشوب يبدا يعمل سلايس وشغلانه كبيره يعني حته الديزاين مش شرط فلاش مش شرط عادي ما انت في ويب سايتس صرف اتش تي ام ال 5 عن جافا سكريبت وسوني في وسي اس اس ولا بقى فوتو معينه ولا اي حاجه هو في فوتو مش عارف حاجه معينه بس الديزاين من اي تو زد عباره عن سي اس 3 واتش تي ام ال 5 ده كده اخف كتير ويهمني في رد بجد تمام غير ما انا احط صوره باك جراوند واحط اعمل حاجه زي كده طبعا عامه برضو سي عندنا الريديال تمام اول انبوت بياخد مني الديجري يعني بياخد مني ديجري ديجري بتاع معنى ايه تعالى يعني قلت له دلوقتي انا قلت له مثلا 20 دي جي معناها ديجري انت عايز تعمل ايه عايز اعمل سي تو كولرز سي مثلا عايز اعمل بلو اند وايت تعالى كومنت ده كده نشيل 20 ديجري دي نعمل لي ريدي ايه لا هو المفروض ان هو يطلع لي دايره كده تمام هي بس كانت مش ظاهره انها كانت ريبيتد في ايه فتحس ان الدنيا عامله لينير تمام وبعدين في ويب سايت بتوفر لك ان انت ازاي تدخل كلار في بعضها يعني في حاجه بتبدا تعمل لك تيست كده تبدا انت تدخل الوان في بعضها وبتاخدها وانت تحطها عندك وتبدا تجربها طيب عامة ممكن برضه ديفولت سي كارز ممكن اطبقها مع اي اقول مثلا سي بلاك جرين اقول له سي شيندي نظام مطلع على حته ديجري المفروض ديفولت بتاعها ديجري ايه هي بتاخد ديجري عم ايه كلمه ديجري بتاخدها فيكسد كلمه تي اي جي دي لا لا لا
الدارك الدوائر دي. من ضمن الحاجات الكويسه جدا عندنا حاجه اسمها ترانسفورميشن. طبعا ده مش الفيلم ترانسفورميشن يعني، تمام؟ لا، ترانسفورميشن بمعنى ان انا ايه، عندي كام حاجه كده. اول حاجه يقع تحت اسم ترانسفورميشن، لان انا عايز اعدل في البوزيشن بتاعتي بتاعت اي اوبجكت عندي او اي تاج موجود عندي. بمعنى ان انا عايز اعمل مثلا روتيت، عايز البطن بدل ما هو مثلا سي موفيكتد او هوريزونتال كده، مثلا اجيبه بميل شويه كده. فانا عندي حاجه اسمها ايه، عندي حاجه اسمها روتيت، فاهم؟ تو، عندي حاجه اسمها ترانسليت، يعني روتيت بدل ما البطن بتاعي يبقى مثلا كده، انا ممكن اغير سي في البوزيشن بتاعه واخليه جاب مثلا ايه، جاب كيرف كده عندي في الويب سايت، تمام؟ طب ترانسليت، ترانسليت نيجي شرح ما نيجي ناخد انيميشن في CSS3، تمام؟ هتلاقي مثلا ان انا عايز اموف بطن من بوزيشن مثلا لبوزيشن تاني. بمعنى لما عايز مثلا اقف على الماوس ده، تحس انه في ايه؟ في حركه كده، الماوس مثلا بيروح يجي معايا. انا ما اقف كده حاجه ايه؟ متحرك مثلا شمال او يمين واشيل الماوس حاجه ايه؟ رجع تاني مكانه. فدي معنى كلمه ترانسليت، ان انت هتموف حاجه من اكس واي لاكس واي تاني. تمام؟ طيب، تلاتة، عندي حاجة اسمها سكيل. وسكيلينج دي اللي بعمل بيها ايه؟ زومينج. تمام؟ بس مش هتوضح هنا لان هنديها كام فيكسد، مش هتوضح شوية غير ما نيجي ناخد الانيميشن يعني. تمام؟ طيب، خامس حاجة أو رابع حاجة، عندي حاجة اسمها سكيل. تمام؟ ايه سكيو دي؟ انا عايز بدل ما البطن كده واخد اكس وواي يعني عباره عن عايز اخليه يرقص، تمام؟ فعايز يجي بالمنظر ده، عايز البطن يجي بالمنظر ده كده، تمام؟ تمام؟ يبقى البطن شكله كده، تمام؟ فدي معنى كلمه ايه؟ سكيو. طبعا الكلام ده قديم، كنت بضعف في ان انا اعمل حاجه زي كده يعني. ماشي، ستيفر لايت مهما كان، بس ببدا داخل فيه بس دي حاجات جاهز عندي ابدا ان انا اشتغل بيه، تمام؟ وبعدين على فكره ستيفر لايت بدا استخدمها مايكروسوفت، ما بقاش طلع منه فيرجن عشان في اتش ام ال 5 يعني. ايه؟ اتش ام ال فعلا. كان خمسه اخر تعالى نعمل input type كده، نوع مثلا button، ال value بتاعته هتكون عبارة مثلا عن ان كان حته ترانسفورميشن. يعني خلاص انا عايز اقول له الانبوت بتاعي، عايز اعمل ستايل على الانبوت بتاعي، عشان تطبق اي حاجه من السلايد دي عندك حاجه اسمها ايه؟ ترانسفور، تمام؟ وبرضك عندك ترانسفور لسي فايرفوكس، وعندك مايكروسوفت واوبرا وجوجل كروم وسفاري وحاجه كده ديفولت للناس كلها لو اي حاجه تانيه، تمام؟ سي انت عايز تعمل روتيت، فبتيجي بتقول له ايه؟
روتيت تمام. شوف بقى انا اقدر ايه اعمل روتيت والديفولت عايز ان انا اديها انجل معينه او انا روتيت من جميع النواحي. انا عندي اكس واي واي وزد تمام وعندي روتيت 3 دي. روتيت 3 دي بتاخد مني اكس واي واي وزد تمام. وعندي روتيت دي هي الديفولت روتيت 2 دي تمام. حتى دي سبلاي 2 دي روتيشن تمام. فانا ممكن هنا بقى بتاخد مني حاجه بايه اقول له مثلا ايه الرقم بتاعي ان كان ولازم في الاخر يكون كلمه ايه ديجري. يعني مثلا اقول له روتيت الباتون بتاعي ده بمدار مثلا ايه سي 20 ديجري تمام. اقول له سيف كده وتعال نشوف شكل الباتون بتاعنا. تعال برضو ان انا اجيب في اعمل له مارجن تمام. انت لسه بنيجي في الانيميشن انا اشوف حاجات يعني احلى من كده. تمام يعني الروتين دي تبقى حاجات فيكسد. طب افرض انا عايز بقى تبدا ايه تعمل انيميشنز ففي حاجات بقى جاهزه عندي بنيجي نشرح من الانيميشن ايه. عندي قابلت برضو ان انا اقول له ايه ان انا روتيت لسه في ترانسفورميشن غير ما تيجي في الانيميشن هتلاقي البطن بيلف بياخد الدوران بتاع ال 3 دي عامه يعني فمش هتظهر قوي دلوقتي يعني. مش هتظهر قوي يعني قلت له 200 دي مش هتظهر الروتيشن غير ما يكون لو انيميشن يعني مش هتحس بيها غير ما يكون في انيميشن يعني ياخد مثلا اكس واي معني يطلع وينزل اما الزد فيتلاقي باخد ايه بحس ان هو بيلف كده الارض كرويته يعني تمام فيتحس ان هو بيلف تحس انه فعلا باخد بيلف حاجه جميع الاتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال تمام. فمش هتقدر قوي في 2 دي او 3 دي دلوقتي يعني. حاجه اسمها ايه سكيل ياخد مني اكس واي اكس واي او انا على طول اديله ايه ديجري او اديله اكس واي عامه سكيل انا اجيبه يمين وشمال. فممكن اقول له ايه مثلا 20 ديجري و مثلا 40 نشوف شكل البطن يبقى عامل ازاي. تعال نصغره شويه تعال نحط له المارجن بتاعه عشان يوضح شويه. وتعال نقلل الدنيا شويه 10 مثلا و ايه
بتطبق على اي على لو كان عندك فايرفوكس بيقدر يطبق عليه. اه بس لو الديفولت دي مش بتطبق فهو عنده اصلا اوريدي حاجه معموله للبراوزر يعني. تحس انه مال شويه يعني، تحس ان الباتن تعال نغير سي برضو هنا. انك بقى انت اقعد غير بقى فين تجريز عندك هنا. مش هتطلع طبعا مايكروسوفت او فايرفوكس يعني. هو مش فكره ان هو بتختار بناء على دي انت هنا. الفكرة ان انا انت بتطبق كل براوزر له كونسبت معين ان هو بيفهم ال سي اس عامة تمام. هو عاملين حاجات خاصة عشان يسبورت البراوزر تمام. حاجة بتسبورت مايكروسوفت مش معنى كده ان احط لهم ديفولت فاليوز تمام. لا بمعنى كده هو عاملين بس حاجات في حاجات كده مثلا عاملة كونفليك في حاجة تانية فهو عاملين حاجات يظبطوا بس فيها ال ال يس فهم فهم عاملين حاجات تظبط حتة دي في البراوزر تمام. طيب السكيل برضو السكيل مني بياخد مني كومتين اكس واي سي اقول مثلا 2 4 هو السكيلينج برضو بنيجي نعملها. شفت الحاجات مكتوب عليها يعني عايز تعمل زوم مثلا لصوره معينه شفتيه تقف مثلا كده على صوره تحتاج اعمل لك زومينج. فانا في من الشرح من كده تاخد انيميشن يقول لك تقف كده تحس ان الصوره بتطلع بره كده وتشيل ايدك حاجه ايه ترجع لمكانها تاني. فبنعمل حاجه اسمها سكيلينج بس الحاجات دي مش هتظهر دلوقتي غير ما ايه ما الانيميشن ناخدها ان شاء الله تمام. فاضي تاني سكيورتي ترانسليت برضو بياخد مني اكس وواي. عايز ترانسليت ترانسليت ما انت عايز تعمل موف سي انا اقول له مثلا عايز اموف للاكس مثلا 10 و واي مثلا سي 20 تعال نزود شويه دي 100 ما توقف عليه. لا بس هنا انت لازم تظبطها بانيميشن يعني ما اقول له بقف عليها انت هتعمل ترانسليت دي تالت كابت كود بتاعها تمام. ايه لما ما انت عايز تعمل فوكس تعمل حاجه زي دي ممكن اعملها يعني. ممكن اجي اقول له مثلا سي انما انا هعمل هنا فوكس على البتون بس مش هبقى غير في الانيميشن. لها انيميشن واحده خاصه بيها يمكن يبان في السكيلينج عامة.
كده. انيميشن اقدر نحرك يعني اقدر اخليه يعمل موفي يعمل عامه بالترانسليت دي، فمش هبان دلوقتي ايه ترانسليت ايه يموف كده يعني يبدا يتحرك كده وبعد ما يخلص هنا يرجع ايه يرجع تاني. هتلاقي اصلا عندنا حاجه اسمها انمي اصلا او ترانزيشنز، تمام؟ يعني عندنا ادي انيميشنز، تمام؟ فكل الحاجات دي بستخدمها مع الحاجات اللي احنا خدناها في الوقت كلها.